بجولة Property Yours لليوم رح نتعرف على كافة أنواع العقارات المتوفرة بلبنان، منشأ سكنية، مكاتب وفلل بمختلف المناطق اللبنانية. خلينا نتابع سوا شو محضرنا فريق العمل لليوم، خليكن معنا. بعد مرور سنة ونص من انطلاق أول فيز بالكونستراكشن من لويزي هيلز، تم إنجاز وبيع 70% من المشروع. حالياً البروجكت بالمرحلة الثانية من الكونستراكشن. موقعه استراتيجي قريب من وزارة الدفاع ببعبدا وبعيد 10 دقائق من بيروت. هاي أند بروجكت مؤلف من 13 بلوك، سامبلكس أفيلابل للبيع 210 و230 متر مربع مع برايفت جاردن، أما دوبلكس بين 330 و400 متر مربع مع تيراس. خدمات عديدة من أهمها جيم، سويمينج بول، سوبر ماركت، كافيتيريا ومالتي بيربس هول. لوكجري فينيشينج، سنترال غاز سيستم وشوفاج، جيمي انستليشن، برايفت جنريترز، عمار إيكو فرندلي وسولر باور ووتر تريتمنت سيستم. ارتفاع المشروع 350 متر من سطح البحر وبيطل على بانوراميك فيو. لويزي هيلز بيتميز بأكسس سهل من الطريق العام، سامبلكس تابع لهم 2 باركينج، أما دوبلكس 3 باركينج، بالإضافة لفيزيتورز باركينج وستورج روم. تسهيلات الدفع مأمنة مع إمكانية الحصول على كارت سكني خلال مرحلة التنفيذ Under Construction Loan، أما التسليم بآخر 2019. مطيلب هيلز بنية جاهزة للسكن بالمطيلب بقرب السفارة الألمانية ومؤلفة من 5 طوابق. أبارتمنت وحدة بالطابق بمساحة 371 متر مربع، أول وثاني طابق بيتميزوا بتراس 100 متر مربع، أما آخر طابق دوبلكس مع 250 متر مربع روف تابع لإله أوتدور بول وداك. موقع البناية بشارع سكني رايق وبنفس الوقت قريب دقيقة من الطريق العام. كل شقة بتتضمن 4 ماستر بيدرومز، ومن أهم المواصفات انستاليشن لشوفاج، سولار باور، ووتر تانك مستقل لكل شقة، أما الباثرومز والكيتشنز حسب الطلب. 3-4 أندرغراوند باركينج لكل أبارتمنت بالإضافة لستورج روم وأوتدور باركينج للضيوف. ليمار فيليج جيتد كوميونيتي بكسروين تحديدا ساحل علما، كاشف عبيو خليج جوني وخضر جبل حريصة. مشروع بيمتد على مساحة أرض 15000 متر مربع، ومساحة الأبارتمنتس بين 175 و650 متر مربع دوبلكس. بروجكت بمنطقة سكنية رايقة وبنفس الوقت قريب من أهم المستشفيات والمدارس والمراكز التجارية والسياحية. من أهم المواصفات رخام إيطالي، كيتشنز وباثرومز أوروبية، أمن وصيانة 24/24، برايفت جيم، أوتدور بول ومالتي بيربس هول. أول مرحلة من ليمار فيليج جاهزة للسكن، أما المرحلة الثانية حالياً أندر كونستراكشن والتسليم بربيع 2018. أندر جراوند فلور خاص للباركينج والستورج وباركينج إضافي للضيوف. راس الجبل فيلاز ريزيدنشال بروجكت بمنطقة راس الجبل علي مقابل تلة 338 على ارتفاع 888 متر عن سطح البحر، وبيمتد على مساحة أرض 18000 متر مربع.
ألف المشروع من 13 فيلا مساحتهم بتتراوح بين 800 و 1200 متر مربع، وكل فيلا مؤلفة من طابقين أو 3 طوابق. جيتد بروجكت آمن وخدمات عديدة مأمنة، سيكوريتي ومينتننس تيم 24/24. كل فيلا مستقلة تابع لها برايفت جاردن حوالي 1000 متر مربع، مدخلين وباركينج خاص. من أبرز المواصفات برايفت جنريتور، إليفيتور بكل فيلا، تجهيز تشمني وسويمينج بول، ميدز روم ودرايفرز روم. راس الجبل فيلاز بمدينة علي، اسم كبير منه جاهز للسكن. بحاوة المشروع مساحة خضرة وحوالي 2000 شجرة داخل المشروع مع فيو على البحر والجبل. أعلنت أعمار العقارية المدرجة بسوق دبي المالي عن تحقيق إيرادات بحوالي 17 مليار درهم، أي حوالي 5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، بنمو نسبة 30% مقارنة بإيرادات الفترة ذاتها من عام 2017 واللي بلغت 351 مليار درهم، أي حوالي 3.6 مليار دولار. وهالأمر بيرجع إلى النمو القوي اللي حققته أعمال أعمار للتطوير، شركة تطوير العقارات المعدة للبيع بدولة الإمارات العربية المتحدة والمدرجة بسوق دبي المالي تحت الرمز إمار ديف، واللي بتملك أعمار العقارية حصة الأغلبية فيها والأداء القوي لأعمار مولز. هيدا كانت حلقتنا لليوم، رسونا على بريدنا الإلكتروني info@propertyyours.com، كما وفيكم تتصلوا فينا على الرقم اللي عم بيظهر على الشاشة. زوروا propertyyours.com، صفحتنا على الفيسبوك، ومتف.com.lb/programs لمزيد من المعلومات. أنا بلاقيكم بحلقة بكرة بنفس الوقت مع مزيد من الأخبار العقارية. خليكم على الموعد.